كنت مرمي على الأرض، فقت من غيبوبة ما كنت داري سببها إيه. حسيت بالناس حولي، سيارة الإسعاف قريبة مني مع الصياح والآلام. ودوني إلى المستشفى، جاء الدكتور بعد الكشف والأشعات قال لي: يا حاتم أنت مصاب بسبع فقرات في العمود الفقري، لازم نسوي لك 4 عمليات متتالية. دخلت العمليات، عملية بعد عملية الحمد لله تمت كلها بنجاح، تعالجت بالعلاج الطبيعي. كنت أسمع الإذاعة. صادف ذات اليوم أنه اتصل فينا شخص اسمه حاتم الغامدي، كان شخص يائس، فحكى لي قصته أنه هو كان رجل سمين ما يمشي على رجوله أبدا، كان يعاني حتى لما كان يودي أولاده للمدارس يوديهم للمدرسة ويستناهم في السيارة إلى وقت خروجهم لمدة 6 أو 7 ساعات عشان يساعدوه كيف يطلع البيت فوق. أحيانا إذا اضطر أنه يطلع البيت كان يطلع حبي يحبي، لأن ما رجوله تعبانة وزنه سمين جدا، حتى لما يحبي كان يأخذ وقت كبير. رحت راجعتهم، كان الأول مرة ما كنت متحمس، لكن لقيت اللي حواليه كلهم متحمسين، لقيت من نظرات السعادة في عيونهم، لكن كانت عندي أنا لا. قلت خليني أجرب، هي تجربة. مع دخولي مركز كامبريدج كانت خصائية زينة هي المتابعة معي، كانت تديني النصائح أول بأول. أستاذ حاتم غامدي أول ما جاني قبل 7 شهور كان وزنه 145، كان في حالة نفسية جدا تعبانة، مر بحوادث، مر بمشاكل جسدية، مر بمشاكل نفسية. بعدين تاني زيارة لما شفته لقيته نازل 9 كيلو ولقيته فرحان مبسوط، دخل عندي بيقول لي: أيوة أنا أبغى أتحدى نفسي، أبغى أنا أكمل. قال لي: وأنا كمان واثق من نفسي، واثق منك أنت كأخصائية، واثق كمان من مركز كامبريدج. وآخر اللي هي زيارة تمام وصلنا ل 106، وهذا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل عزيمته القوية. أنا لما شفته ماسك العكازة قال لي: أنا دحين قدرت أحس برجولي، قدرت أمشي، بلعب مع أطفالي، فهذا الشيء خلاني مبسوطة. وطبعاً إحنا ما وقفنا على 106، إحنا لسه حننزل، لسه حنكمل مع بعض عشان يقدر يوصل لوزن أحسن. وإنت كمان تقدر، لا تيأس قبل ما تحاول، لا توقف وتموت، كافئ عشانك عشان اللي يحبوك، أوقف وكمل عيش.